أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن
أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا شكور. صدق الله العظيم.